أنا باعتقادي أنه خلاف ما يعتقد الكثيرين أن العراق أصبح من أولويات إدارة بايدن. ولاحظنا احنا يعني قبل الانتخابات وأثناء الانتخابات الإزاحة اللي صارت في المعادلة السياسية واستثمار أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحتى الدول العربية في هذه الانتخابات. فهذا يعني هذا مؤشر على أنه هنالك نسميه دافع حقيقي للتحالف الدولي في دعم العراق مو فقط سياسيا انما امنيا وعسكريا، وهذا يتضمن ايضا الحفاظ على الحدود العراقيه، عدم اختراق الحدود العراقيه. فباعتقادي ليس بمقدور اي حكومه عراقيه ان تتحكم بحدودها الشرقيه والغربيه بدون الدعم الدولي والدعم العربي. فانا اعتقد راح يكون هنالك تنسيق على المدى القصير مو فقط المتوسط والبعيد. اذا ما صحت الاخبار يعني قبل اسابيع بنقل بحدود 2500 جندي امريكي الى العراق بمهمه تستمر لمده 9 شهور في العراق، فانا اعتقد هي جزء من هذه المهمات هي بالضبط محاوله ضبط هذه الحدود الغربيه للعراق مع سوريا لقطع الطريق على تحركات ايران، يعني اللي نسميه حتى يزيد الخناق على ايران. فانا اعتقد بانه هناك راح يكون هناك تعاون مع التحالف الدولي وحتى الدول العربيه من اجل ضبط هذه الحدود، بالذات اذا نجحت المفاوضات في جنيف ما بين حكومه بشار الاسد والمعارضه السوريه، راح يكون هنالك دافع حقيقي حتى للدول العربيه حتى لدول الخليج ومن ضمنها طبعا السعوديه هو الحفاظ على استقرار سوريا، وهذا يتضمن ضبط الحدود ما بين سوريا والعراق.